قول الو الو بقى كده. يا حس ازيك؟ كمونه. الله على طول حبيبي كده. ايوه يا حس ازيك دي كمونه على طول. يا كابتن كمونه طب غيرها. لا يا حس ازيك يبقى كمونه على طول. بص يا قضا والله حسام ده من احسن الناس اللي الواحد اتعامل معاها. معلش عنك يا كابتن. كنا قعدنا فتره مع بعض في الاوضه. بنخرج مع بعض. وقال لي كان في اكل في الاوضه. فاهم؟ وكنا خلي بالك قعدنا مع بعض فتره كبيره جدا، وكنا بصراحه منافسين جدا 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 في الملعب، وكنا وخدنا بطولات كتير جدا مع نادي الزمالك. حسام من النوعيه الجدعه اللي هو ابن بلد وجدع جدا وما بيبطلش ضحك يعني. صحيح. فاهم؟ فيعني انا بشكرك اللي انت جبت حسام في اليوم ده. حسام جدع جدا وجاب بطولات كتير كبيره زي ما انت قلت، وسمعت ان انت جاب بطولات كبيره لنادي الزمالك يعني. لا وساهم في بطولات كتيره واهداف كتيره مهمه جدا، بس ده كله في الملعب. خارج الملعب بقى وانت كنت معاه في نفس الغرفه اكيد في مواقف بتحصل. طبعا حسام خلي بالك يا كومش. حاجات كده مش هقولها عشان لا يعني بصراحه يعني كنا اقول لك على موقف جميل جدا. ماشي. الموقف بتاع حسام يعرفه، كنا في جزيره اليونيون. والجزيره ديت بيلعب في افريقيا، وبعدين لازم تطلع فرنسا الاول تاخد تاشيره. يحكي فرنساوي على فكره. وبعدين تاخد تاشيره من فرنسا بعد كده تروح تنزل باريس كمان. 12 ساعه. نعم. للبلد ديت. فكنا بنتعب جدا يعني. نزلنا المطار هناك وجالنا راجل سواق كان في الباص يعني. ففي طريق تاني المفروض الطريق ده يوصلك الملعب او الفندق في نص ساعه يعني. ماشي. طلعنا من طريق تاني اللي هو الجبل، تطلع فوق وتنزل وتطلع فوق وتنزل تطلع فوق. قعدت 3 ايام عشان تروح. لا ده احنا كنا هنموت. ده كنا هنموت. رجعنا طلعنا كلنا تعبانين. وكان غريب وانت رايح اماكن غريبه ومحمضه. فاحنا بنتكلم الراجل بعد ما وصلنا، احنا كلنا بقى كله رجع، حتى كابتن ابو رجيله وكله، وكابتن ابراهيم يوسف انت عارف دم الخفيف بتاع كابتن ابراهيم يوسف والكابتن اسماعيل يوسف. طبعا. فعرفنا في الاخر ان في طريق تاني هو ما رضاش يوديه، قال لك لا ده الاقرب. والاقرب ده قعدنا ساعتين بالظبط تعبانين يعني. قعدنا بعد ما وصلنا قعدنا كله نام، حتى ما نزلناش. عملت مع الراجل ده يا ابو الكباتن؟ بص الكابتن ابراهيم يوسف اتخانق معاه جدا، وكان اصل محدش يشغل عقله علينا كمصريين. ده مش احنا، ده احنا اللي عملنا الحركات دي. ده احنا اللي بدعنا الحاجات دي. وطبعا في لعيبه طبعا جبله بتحط دماغها في الباص تنام. ولا انا بعد جبله دي مش هسال مين. انا بعد جبله دي مش هسال مين خلاص. لا في ده. وكمان بص احنا برضه ما قلنا بنروح افريقيا، في لعيبه معانا اقسم بالله بتطلع الطياره بتنام بتوصل مثلا 8 ساعات ولا 9 ساعات. ما بعرفش ننام في الطياره. بتروح هناك بتنزل على واحنا نازلين على الصحيحه. قلق قاعد على طول. في توتر. انا من النوعيه بقى، انا من النوعيه اقدر ان انا حتى لو ركبت عربيه او ركبت طياره ما اعرفش انام. يعني في الحاجات دي ما بعرفش انام. طب مين كان معاك انت وكابتن حسام مش بينام بيفضل صاحي في المواصلات او في الطيارات؟ في طبعا في محمد صالح. محمد صالح برضه نفس الموضوع. في عبد الحليم. بص احنا كنا مجموعه كده مع بعض يعني. هي حسام عبد المنعم، مجموعه اللانهم، احمد صالح، عبد الحليم علي، وائل قباني، يعني مجموعه كده احنا ما بنعرفش ننام يعني. لما بنيجي نسافر ما بنعرفش ننام. انا عكست السؤال، ما سالتش مين بينام بس قلت مين ما بينامش عشان الناس تعرف مين بينام يعني. عشان الناس تعرف مين اللي بينام. الموضوع توضح لوحده. بينام طبعا محمد صبري، طبعا استاذ نوم، يحط دماغه خلاص. ماشي. في عندك مدحت عبد الهادي، في عندك لا مجموعه كبيره جدا اول ما بيحطوا وهم حاطين دماغهم حاطين حاجه على وشهم كده. وهم نايمين نوصل هناك نصحيهم يعني. كمونه فاكر لما كنا في جزيرة رنيون ونزلنا باريس وجبنا جزمتين لوتو؟ لوتو ده أول مرة تنزل مصر يعني. أنا وهو ولعبنا نهائي كأس مصر في الجول اللي أنا جايبه بتاع النهائي بالجزمة دي لبستها بس وجبت بيها الجول ولعبنا بيها المباراة وما خدتهاش. محتفظ بيها؟ مش محتفظ بيها. خلاص للجمهور. بص إيه ده؟ بص أول بطولة يا قاضي. كانت حاجة غريبة. هفهم الموضوع ده هفهم ده مش هينفع أعديها. بص يا ده كانت حاجه غريبه جدا. ان 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 احنا اول مره في الملاعب بتاعتنا جزمه بيضاء يعني. فعلا. فجبنا هو جاب جزمه. انت محتفظ بيها يا كابتن كمونه؟ لا المحتفظ بيها طبعا. ايه
هو قال محتفظ بيها. انت لسه محتفظ بيها؟ اه محتفظ بيها والله يا راجل. انا بعد الماتش ما راحت الجمهور. لا لا ما هو بص والله حد لحد طلبها مني من الناشئين وخلي بالك وما رضيتش اديها له. لان عارف انت محتفظ بيها ليه يا ابو الكباتن؟ اه عشان تديها لي. من عينيا يا واد والله من عينيا من عينيا. يعني نفس المقاس مش هنختلف. المقاس بتاعك هو بتاعه. اصل اكيد 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 رجلي مش هقدر اطرح حضرتك حتى. انا 42 وقضى 42 برضه. انت 42 يا ابو الكباتن؟ اه والله انا 42. طب شفت بقى. والله خلاص كل سنه وانت طيب يا كمونه. مع السلامه يا حسن ورمضان عليك كريم يا حبيب قلبي. يا رب ربنا يبارك لك يا حبيبي في اولادك ودايما كده في الدنيا مع بعض. كل سنه طيب يا ابو الكباتن. وكابتن محمد كمونه في اللجنه الفنيه اللي موجوده في نادي الزمالك وحاجه أسماء محترمه اسماء كبيره واضافه واضافه ولازم الناشئين يشوفوا بالظبط الجيل الكبير واللعيبه اللي كانت بتلعب علشان النادي بالظبط. كانت بتلعب عشان خاطر تيشيرت نادي الزمالك. وانا النهارده لما الاقي الكابتن محمد كمونه مشرف على فرقه ولا ماسك فرقه قيمه كبيره واسم صحيح. كبير بيقدر ان انا حتى كلاعب ان انا استمتع بكلامه وان انا هاخد كلامه كلام وثقه. نورتنا يا ابو الكباتن وكل سنه وانت طيب ودايما كده تكونوا متواصلين معانا ودايما كده نحاول نعرف الجمهور ان في جيل بيطلع جديد محتاج نقعد نقول له الزمالك عمل وعمل وعمل وفي تاريخ وفي اسماء كبيره جدا لو قعدنا نذكرها نقعد حلقات نتكلم عن اسماء موجوده في تاريخ نادي الزمالك.